اهلا بيكو. النهارده هنبتدي بقى محاضره جديده في الكورس بتاعنا بتاع ديجيتال كونتنت فور تيتشنج، ودي الحقيقه ان شاء الله تكون محاضره قصيره عن الاوفلاين ماتيريال. انت بتشتغل على الكمبيوتر بتاعك، طبعا حاجه مفروغ منها، بدون هنخلق ديجيتال كونتنت يبقى لازم يبقى في عندنا كمبيوتر هنشتغل عليه. انت اوريدي متعود بتستخدم الكمبيوتر بتاعك في حاجات مختلفه، وغالبا ما انت عندك واحد من الاوفيس ابلكيشنز، وكمان غالبا الاوفيس ابلكيشن انت بتستخدمها اللي هي المايكروسوفت اوفيس، فانت تعرف تعمل برزنتيشن اللي هي الباوربوينت برزنتيشن مثلا، بتعرف تعمل تكتب وورد بروسيسنج على المايكروسوفت وورد، بتعمل سبريد شيتس على المايكروسوفت اكسل، ويمكن حاجات تانية كمان باستخدام الاوبريتنج سيستم اللي هو غالبا برضو الويندوز اوبريتنج سيستم. عندك هتلاقي حاجات ممكن تعمل بيها رسومات زي البينت مثلا وغيرها. انا طبعا مش دوري دلوقتي ولا من العملي ان انا احاول اشرح لك ازاي تستخدم الحاجات المختلفة دي، بس هي دي المفهوم العام بتاع فكرة ان انت يبقى عندك offline creation، لان احنا هنتكلم بعد كده على الاونلاين كرييشن. الحاجات دي كلها اوريدي موجوده اونلاين، بتتخلق اونلاين وتبقى سيفد اونلاين مش على الكمبيوتر بتاعك، وده له ميزه كبيره انك تقدر تفتحه من اي حته. خلينا نركز دلوقتي على الاوفلاين كرييشن. فارجع اقول لك انت المفروض ان انت بعد ما نزلت الاوفيس عندك عايز تعمل كرييشن بقى للكونتنت بتاعك. المفروض ان انت لو هتعمل كيوريشن، الكيوريشن ده برضو انت محتاج تحط فيه حاجات، وممكن الكورس كله او اللكتشر كلها دي تبقى ماتيريال انت عاملها، سواء لكتشر سلايدز او فيديوز او. فبيزيكلي دي اهميه ان انت تكريت اوفلاين. اوفلاين كمان له ميزه ان الحاجه معاك على الكمبيوتر بتاعك، طبعا ما تنساش دايما تعمل باك اب. الحاجه بتاعك معاك على الكمبيوتر بتاعك، فلو حته وما فيهاش انترنت كونكشن تقدر تفتح حاجتك برضو وتشتغل. وان كان دلوقتي احنا بنحتاج كتير واحنا شغالين ان احنا نجيب حاجات من الانترنت، لكن ده ما يمنعش ان في شغل كتير قوي ممكن نعمله واحنا مش كونكتد، وبالتالي نقدر نستخدم الوورد بروسيسور او البرزنتيشن سوفت وير اللي على الكمبيوتر بتاعنا. وزي ما قلت لكم اشهر حاجه يمكن اغلبكم بيستخدمها هي المايكروسوفت اوفيس. انا الحقيقه لما بشتغل اوف لاين بفضل ان انا اشتغل باستخدام حاجه اسمها ليبر اوفيس. ليبر اوفيس ده اوفيس برضو عليه وورد بروسيسنج، عليه برزنتيشن سوفت وير، عليه سبريد شيت سوفت وير، عليه سوفت وير ترسم عليه وتعمل عليه رسومات بسيطه او معقده، عليه امكانيات كتيره جدا، تقريبا مغطي كل اللي انت بتستعمله على المايكروسوفت اوفيس. واهم ميزه ان انت بتاخده لايسنس، مش بتستنى انك تشتريه تدفع فيه فلوس، او بتجيبه مش لايسنس وتحاول تعمله سيت اب عندك، ولو نزل ابجريد مش هتقدر تابجريد الحاجه بتاعتك. مايكروسوفت سوري ليبر اوفيس بيديك كل الامكانيات دي. انا حاطط لينك الحقيقه على الكلاس روم، هتلاقي على اللينك دي هتلاقي اللينك دي توديك للويب سايت اللي انت شايفه ده لو حبيت داونلود الليبر اوفيس. الحقيقه بستخدمه بقالي سنين وما قابلتش مشاكل، بالعكس في ماتيريال كتير انتجتها من خلاله. ويمكن اكشولي البرزنتيشن انتوا شايفينها دي انا في الاصل عملتها على ليبر اوفيس، لكن انا دلوقتي بشغلها من خلال جوجل اوفيس لاسباب هقولها ساعه ما نيجي ناحيه الاونلاين كرييشن. لكن انت بتخلق حاجات، ما اعتقدش ان حد فيكم يمكن خد باله ان احنا شغالين على ليبر اوفيس ولا مايكروسوفت اوفيس. انت شايف قدامك برزنتيشن، مش فارقه حاجه، ولما تيجي تعمل داونلود هتقدر تداونلود از باوربوينت او تداونلود از بي دي اف، دي مش مشكله. المهم ان انت عندك طول، وده اهم نقطة هنا بقى في الجزء ده من محاضرتنا، ان انت عندك
وسيلة غير المايكروسوفت اوفيس تقدر تخلق بيها الدوكيومنتس بتاعتك وتشتغل بيها وتتعامل بيها مع الناس المختلفة. ودي حاجة الحقيقة انا بشجع الناس عليها، لان انا من الناس اللي بيحبوا يشجعوا جدا على استخدام الاوبن سورس سوفت وير والفري سوفت وير بشكل عام. طيب بما ان انا مش هتكلم دلوقتي معاك على ازاي تستخدم الاوفيس، انت هتروح وتجرب وعندك اساينمنت هتعمل برزنتيشن صغيره عشان هنبني على فكره الاساينمنتس دي. الاساينمنت اللي فاتت كانت انك هتعمل حاجه على بنترست، الاساينمنت بتاعت المحاضره دي اتنين، واحده منهم ان انت هتعمل برزنتيشن عشان مبدئيا لو انت بتعمل برزنتيشنز خلاص مش هتاخد منك وقت ومجهود، هتعملها وتجهزها. الحاجه الثانيه لو انت ما عندكش الاكسبيرينس دي تبقى فرصه ان انت تجرب وتتدرب، عشان هناخد الحاجات اللي بنعملها احنا حته بحته ونبني عليها واحنا ماشيين في الكورس، بحيث على اخر الكورس تلاقي نفسك بنيت ستراكشر كده لمحاضره او لكورس ممكن تقدمه للطلبه بتوعك او المتدربين بتوعك. في الفيديو الجاي في المحاضره دي هنبتدي نتكلم على الادوات اللي ممكن نستخدمها علشان نعمل فيديوز. احنا بنحتاج نعمل فيديوز، وزي ما هتشوف انت مش محتاج حاجه مكلفه ولا حاجه. الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها معايا دي انا عاملها في مكتبي وبتولز بسيطه جدا، مش صارف عليها حاجه خالص او صارف عليها حاجه بسيطه زي ما هنتكلم، وقد تحتاج ان انت تعمل كده. فان شاء الله هنحاول ندي نبذه سريعه عن الحاجات دي والتولز دي في الفيديو الجاي من المحاضره بتاعتنا ان شاء الله. اشوفكم على خير.